غابات سلسلة جبال الأطلس التلي الفاصلة بين ولايتي شلف وتيبازا، تتموضع في ركن منفرد مدينة ابن حواء التي اتخذت لنفسها مكانا وسط ديكور طبيعي يمزج بين جاذبية الساحل وروعته وبين هدوء وسكينة الطبيعة الجبلية الخلابة. وأنت في الطريق عبر تلك المرتفعات والمنحدرات، تنحو إليك نسائم صباحية أو مسائية عذبة تعززها أشعة الشمس الذهبية التي تتسرب إليك من بين أغصان الأشجار أو تنعكس إلى ناظريك من على سطح البحر، وتصل إلى مسامعك أصوات دقيقة خافتة ناتجة عن ارتطام الأمواج البحرية بالصخور الموجودة في الشاطئ المسير لك. رغم هذا الديكور الطبيعي الجذاب التي اتسمت به مدينة ابن حواء، إلا أن في الوقت ذاته تسرد على زائرها حكايات وأساطير عريقة ظلت عالقة في الأذهان والوجدان ليرويها أهلها جيلا بعد جيل، وتتداول على لسان كل خلف وسلف. وضريح ماما بنات واحدة من أساطير عديدة ترويها المنطقة على زائرها. فيا ترى ما الرواية التي يكتنزها هذا المكان وما الأسرار التي سيبوح لنا بها؟ قصة الأسطورية لأم ماما بينات والمعروفة بأمة البنات. القصة هذه كانت من 1802 عندما جاءت باخرة من تولوز وغرقت في المناطق هذه، مناطق بن حواء. بعدها جاءوا ناس ونقضوا هذا بقاو من الباخرة هذه، كانوا فيها عدد كبير من الجنود ونساء، إلا أنه أنقذت من هذه الباخرة كما يقال في الأسطورة أنه أنقذت 6 نساء. وبعدها النساء هذو عاشوا في منطقة بن حواء وكانوا متوزعين على الجبال تاع بن حواء. هنايا كانت في منطقة بيسا ومنطقة تمزقيدة وأخرى بمريامة بيتنس، وهناك أخرى مهم متوزعين على منطقة بن حواء. ماما بينات استقرت هنا بمنطقة بن حواء ويعني قعدت تخدم هنايا في المنطقة، بما أنه كانت منطقة معزولة يعني البعيدة شوية، يعني قعدت مع سكان وأهل منطقة بن حواء اللي قاعد تخدم فيهم، توري لهم يعني أمور اللي ما كانوش يعرفوها في ذاك الوقت. كانت توري لهم كيفاش يديروا يمشطوا شعرهم، كيفاش دير تزين العروسة في أوقات العرس تاعهم، يعني خدمت أمور اللي هما ما كانوش يعرفوهم، كيفاش دير تماكي للمرأة في ذاك المومو، كانوا أمور ما يعرفوهاش، أمور تاع الزينة للمرأة يعني. ومن بعد يعني أهل المنطقة هنايا يعني أهل المنطقة يعني حبوها، وكانت في كيكون مرض ولا كانوا يستعينوا بها في الأمور هذو. كانت عندها شوية يعني تعرف الأمور هذو، كانت تمريض يعني تتزين يعني أمور بزاف، وشغلت خلات أهل المنطقة يعني يلجؤوا لها ويبغوها. على ذيك عطوا لها واحد المكانة في المنطقة اللي خلتها يعني الناس قاعد تقتدي بها، ودارت خير كبير في ناس تبني حوا. ومن درجة الخير تاعها أنه الناس تبني حوا حبوها في ذيك الفترة هذيك، أعطتهم حاجات اللي ما كانوش يعرفوها. أنه بني حوا في ذاك الوقت هذاك تعرف الحضارة ما كانتش يعني على حسب واش كان في ذاك الوقت هذاك، أنها جابت الحضارة الأوروبية، جابتها هنايا غرستها في ناس تاع المنطقة هنايا، من التمريض، من أمور تهم الإنسان، وبالدرجة الأولى الصحة، أني كانت ممرضة يعني كانت تداوي هنا الناس. في الوفاة تاعها يعني وين صرت كما قال الزميل يعني صرت ضجة كبيرة بين أهل منطقة بني حواء ومنطقة السواحلية، وين صرا صراع كبير يعني أمور يعني حكت حتى وين ضربوا يعني وشكون يدفنها، أسكو يدفن فما في السواحلية ولا تدفن هنا في بني حواء. إذا أهل منطقة بني حواء يعني كانوا الغلبة، كانت الغلبة ليهم، جابوها هنا لبني حواء وداروا لها الضريح تاعها.
بينات أو لامير بينات تعود إلى عام 1802، تاريخ تحطم الباخرة الحربية الفرنسية بانيل، والتي كانت تحمل على متنها حوالي 200 بحار و329 عسكري وعدد من النساء من بينهن ماما بينات الأسطورة. واجدين الآن في أمام ضريح ماما بينات اللي معروفة به منطقة بني حوا، يعني نال شهرة كبيرة عند سكان المنطقة. ويعني الاختصار واسم ما بينات جاي من كلمة يمات البنات، يعني يمات البنات كانت تقوم بعض الأعمال هنا مع البنات المنطقة، هذا ما خلاها تنال شهرة في المنطقة. باخرة بانيل، وفي الليلة الشتوية من 15 جانفي عام 1802، تاهت عن مسارها بفعل عاصفة هوجاء أفقدت قائدها أي سيطرة، حيث تقول الروايات أنه كان على متن تلك الباخرة التي جهزها نابليون بونابرت ضمن أسطول حربي ضم ثلاث سفن أخرى، هي الأخرى ضمت بدورها 20,000 رجل إلى سان دومينيك بجزر الكاريب في مهمة لنجدة قوات فرنسية كانت تتواجد في حالة حرجة هناك، فضلاً عن تكليفها بالقضاء على اللواء توسان لوفرتور الذي شق عصا التمرد. تسع راهبات مسيحيات من جنسية هولندية ضمن الباخرة، إلا أن الروايات اختلفت بشأن عددهن، فمنها من يقول أن عددهن كان ستة فقط، حيث كان الجميع في رحلة من ميناء طولون بفرنسا، لكن العاصفة غيرت مسار الباخرة، مما أدى بجنوحها إلى ساحل وادي جوسين المحاذي لبلدة صغيرة تدعى بني حوا تابعة لمنطقة شلف غربي الجزائر. ماما بينات هذه بدأت لما يعني تحطم الباخرة اللي كانت جاية من يعني من ميناء تولون بفرنسا، يعني أرسلهم، يعني هم ست أخوات اسمها البانيل، اسم الباخرة هذه اسمها البانيل، انطلقت هي في الأصل انطلقت من أسطول، يعني من ميناء حربي، ميناء تولون ميناء معروف ومعروف في التاريخ أنه ميناء حربي، جاءت هناك من يقول أنها صح كان معها يعني 200 بحار أو جنود فرنسيين أو من جنود نابليون، كان يعني يقصد أنه يزيد بهم دعم القوات في إفريقيا الوسطى بأمر من نابليون. نعم، يعني ولما تلقات هذا العاصفة، يعني في هذا الوقت العاصفة جات هذا العاصفة كسرت هذا الباخرة هذه ونزلت هنا في المنطقة هذه، منطقة السوحلية بالضبط، هنا يعني بعيدة منها حوالي 5 كيلومتر، يعني في الشاطئ بين واد قوسين وبني حوا. بعد نجاة الراهبات انسجمنا مع سكان بني حواء وتزوجنا جميعا بالمنطقة. كانت الأم جيان التي لقبت لاحقا بماما بنات أي أم البنات الأكبر سنا بينهن، حيث تجاوزت 50 من عمرها، وكانت الفتيات الأخريات تحترمنها وتناديها بالأم. يقال أنها تزوجت بأحد يعني سكان المنطقة هنا، وكانت يعني تجمع البنات حولها، يعني البنات تعلمهم يعني ما بلغته الحضارة الأوروبية في ذيك المرحلة، لأنه علاش هما كانوا مثلا يعرفوا يخدموا مثلا الصوف، كانوا يعرفوا مثلا بعض أنواع يعني بعض مثلا توضيب المنازل تاعهم، علمتهم أشياء، لهذا يعني لما ولاو يجمعوا البنات حولها سموها ماما بينات. لقد استغلت ماما بينات خبرتها في التمريض فلعبت دور ممرضة المنطقة، وكان يقصدها حتى سكان المناطق المجاورة
لتعالج بعض الأمراض بواسطة الأعشاب التي كانت تجمعها من البحر ومن منطقة بيسا الجبلية المجاورة التي تضم حالياً أكبر مقبرة لشهداء ببني حواء. ولأن الأم جيان قد برهنت على مهارتها في تحضير الخلطات العلاجية واستطاعت أن توفر للمرضى العلاج، فقد حظيت بمكانة خاصة لدى سكان بني حواء وكسبت احترامهم إلى درجة اعتقادهم أنها ولية صالحة، فأضحى سكان المنطقة يقصدونها لطلب الاستشارة الطبية. كانت شهرة وسكنت هنا حتى يعني يقال أنه كانوا يعني في مراحلها الأخيرة من عمرها، يعني كانوا سكان بني حواء هم من يقوموا بأمورها، حتى يعني كانوا يجوا يصقموا لها دارها ويجيبوا لها الأكل يعني من ديارهم لها، لأنها كبرت في السن. وحتى يعني هناك من يقول أنه كانوا هنا أولادها، يعني لأنه علاش؟ لأنه قبل 1800 ما نجموش نجزموا يعني مع أي عائلة بالضبط كانت فيها. كاين من يقول أنها كانت عند عائلة، يعني هي عائلة مقران ما زالوا كاينين هنا ساكنين هنا، وكاين من يقول أنها كانت عند عائلة بوركايب، لأنه علاش؟ لو نتحدثوا على الاسم العائلي كان ما كاش في هذه المرحلة، كان ما كاش الاسم، كان ما كاش اسم عائلي في المرحلة اللي جات هي. حتى 1887 وين دارت السلطات الفرنسية أو سلطات الاحتلال الفرنسي دارت يعني تسميات أو طلقت الألقاب على سكان الجزائر، لهذا ما نجزموا بالضبط يعني وين كانت، يعني أو أي عائلة كانت عندها بالضبط في المرحلة هذه. كانوا بلغوا درجة من العلم أو درجة من الفكر أو الثقافة، لهذا يعني خدمت عدة أمور. قلنا كانت تلم البنات، كانت مثلا حتى تحضر مثلا لما يكون يعني مرأة في حالة ولادة، ولا حتى كانت تشارك في التمريض وهذا الأمور هذه في المنطقة، لهذا يعني نالت مكانة عند سكان هذه المنطقة هذه وعاشت هنا. بين الحقبة الاستعمارية اهتم المعمر بورتولوتي الذي أخذ معظم أراضي بني حواء بالأسطورة واستغلها لمصالحه التجارية، حتى أنه أعاد بناء الضريح بعد سقوطه في زلزال 54-900-1000. والمعروف عن المعمر بورتولوتي أنه كان قد غرس أشجار التين المعروفة بنوعيتها الجيدة لحد اليوم التي جلبها من أشجار التين بإيطاليا، وقام بغرسها في أراضي بني حواء وأشاع بين السكان أن هذه الشجرة مقدسة مثل ماما بنات، لأنها جاءت من وراء البحار ومن موطن الأم جيان أو أم البنات. وما حدث أن شجرة التين التي نبتت بقرب الضريح اكتمل ظنهم بأنها مقدسة، وهذا ما جعل المعمر الفرنسي يستعمل هذه الشجرة لأغراضه التجارية، حيث قام ببناء مصنع لمربى التين والذي لا يزال موجودا ليومنا هذا ببني حواء، ووضع صورة الضريح وشجرة التين كرمز إشهاري لمنتوجه. الاستعمارية يعني حتى المعمر الفرنسي لما عرف أنها هولندية الأصل يعني أعطالها أهمية. مثلا المعمر اللي كان هنا واسمه بورتولوتي دار هنا يعني مصنع للمربى، يعني مصنع للعصير، يعني جميع أنواع العصير، يعني كان سماها كارموسات، يعني ومن تحت يدير لامير بينات أو ماما بينات، يعني سمى المنتوج تاعه بتسمية هذا الإنسانة هذه. وحتى يعني يقال أنه هو من بناء هذا الضريح، أول من بناه هم الفرنسيين، لأنه علاش ساعدوا يعني أنهم لما صابوها هولندية يعني دعموا هذه الفكرة هذه باش تزيد ترسخ عند سكان المنطقة هذه. بين القصص اللي تروى عليها أنها كانت هنا شجرة قدام الضريح تاعها، لما يعني شجرة التين، لما واحد يكذب من سكان المنطقة يبغوا يعني يجيبوا الحقيقة من عنده باش يدوا الحقيقة، يجيبوه يديروا له راسه بين يعني عرف تاع الشجرة هذه دايرينها هما زوج هكا. قال لك لما يكون كذاب يعني يكون كذب في القصة هذه، هذا العرف هذا يزيروا عليه على راسه، وإذا ما زيروش معناه ما كذبش. هذه يعني من بين يعني الأساطير اللي رويت حول ماما بينات، هي
قصه ماما بينات قصه حقيقيه، لكن بعض يعني بعض يعني نتيجه للثقافه اللي كانت سائده في ذيك المرحله خلات السكان يامنوا بها وتزيد يعني اكثر يعني يضيع صيتها اكثر في المجتمع او في هذه المنطقه هذه. بعد وفاة ماما بينات شهد لها ضريح غير بعيد عن البحر سنة 1936، ومن بين العادات التي شاعت في المنطقة والتي لازالت سائدة ليومنا هذا أن الفتاة قبل زواجها لابد أن تزور الضريح لتنال بركة الأم حسب اعتقادهم، وحتى بعد الزواج من الواجب أن تزور الضريح وتقوم بجلب حفنة من التراب من داخله وتتأمل الحفنة، فإن وجدت شيئاً يتحرك أقصد حشرة في التراب معنى هذا أنها سترزق بالأولاد وأن ماما بنات قد رضيت عنها وباركت هذا الزواج، والعكس يعني أنها لن ترزق بالأولاد وعليها أن تقوم بخطوة أخرى وهي جلب حفنة تراب وأكلها حتى تزرع البركة في بطنها وترزق بالأطفال بعد ذلك حسب الأسطورة. ثورة بين عرش بني حوا وعرش السواحلية، وكانت الغلبة لسكان يعني أو سكان عرش بني حوا اللي جابوها ودفنوها عندهم، لأنها هي يقال أنها ماتت في عند عرش السواحلية. السواحلية هي قريبة من منطقة بني حوا. من العادات يعني اللي خلتها ماما بينات يعني بدأت تروح، هي بدأت تنقص، لكن في القريب يعني في القريب هذا كانوا يديروا لها يوم يحتفلوا به كيوم يعني ككل يعني هذا الأولياء الصالحين، يعني حتى اعتبرت أخذت مكانة ولي صالح يعني ولاو يحتفل بها، ولات أيضا ولاو مثلا النساء في المنطقة النساء تبركا بها، يعني نساء المنطقة تبركا بها يجوا للضريح تاعها. دير يدها المرأة لما تكون يعني مزوجة جديدة يعني تبدأ كي تكون بالحمل دير يعني تجبد التراب من الضريح هذا وتشوف إذا صابت كش حاجة يعني حشرة تمشي، يعني الابن تاعها راح يعيش راح يولد ويعيش، اذا صابت حشره ميته الابن تاعها راح يموت، يعني هذا يعني من بين يعني يبغوا التنبؤ بالمستقبل. وهذه بدات في صدفت انه احيانا يكون هذا الحمل هذا، احنا يعني نقولوا نيه او عن حسن نيه او سوء نيه هذه تبقى لاهل الاختصاص، لكن هذه الامور كانت تحدث، يعني احنا اذا حكينا يعني تاريخيا كانت تحدث هذه الامور. توقف بركة ماما بنات على النساء فقط، بل حتى الأطفال الذين يتأخرون في المشي كان يتم أخذهم إلى الضريح في عين تسمى بعين ماما بنات ويتمكنون من المشي، وكانوا يقومون أيضا ما يسمى بالوحدة، ويقدم الناس من كل مكان ويجتمعون عند الضريح ويقيمون الولائم. كانوا يتأخروا باش يمشوا ولا يجيبوهم هنا يزوروا هنايا، يعني يدوها ويصيدوها ويديروها لهم يربطوها لهم في رجليهم ولا في راسهم باش يعني يكونوا يعني يزيد باش يوقفوا بالخف ويمشوا. في سنة 2008 أعيد بعث ضريح ماما بنات لما يمثله هذا المعلم لأبناء بني حواء، فزين مدخل الضريح برسومات مزركشة باللون الأزرق والأبيض بمادة السيراميك التي نجدها في بنايات القصبة العريقة، ويحيط ضريح ماما بنات بشواهد لستة راهبات كانت رفيقاتها خلال الرحلة التي انتهت بسواحل بني حواء، لتظل بعد أزيد من قرنين لغزا يحير السكان المحليين ويثير فضول الباحثين ويلهم سينمائيين كما أدباء ورسامين. حكايتنا إذن كانت عن ماما بنات أو لامير بنات، أسطورة وأسرار وحكاية تترامى بين الحقيقة والخيال ظلت على لسان كل خلف وسلف. إلى هنا تنتهي حكايتنا، ما عسنا إلا نقول لكم ترقبونا في حكاية جديدة وعدد متجدد من حكاية مكان.